بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو هنقول لكم ما هو سبب وقوع النخلة اللي بيوجع ده بيوجع ليه، وهنقول لكم ليه إن هو بيوجع يعني بالتفاصيل. طبعا ما تنساش قبل بداية هذا الفيديو أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنساش أن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغريب في هذه القناة، ولا تنسى أن تكتب لنا تعليقات جميلة وعجيبة. طبعا أول حاجة هذه النخلة نوعها سعدية، وكانت طرحة يعني والله حاجة زعل جدا جدا. كانت النخلة دي طرحة، بص حابب أوري لكم عشان قبل ما أقول لكم إيه سبب الوقوع، كانت طرحة. تمام، أول حاجة يا جدعان السبب النخلة اللي بيكون طويل جدا، بيكون طويل لفوق اللي بيكون طويل لفوق ورفيع، أول ما بيجي الهواء تعرف ده سبب من نوع وقوعه. ده إيه حله؟ حله إنك تجيب له سماد عشان النخل يكبر أو عشان النخل يغلى. تمام، ده حله. أما الحاجة الثانية هو العطش، لما أنت النخل ده مش بيشرب يعني، دي تقريبا ان هي واخده لها سنه مش كامله على سنتين ما خدتش نقطه ميه، بس الجذور بتاعتها مش فاكيه، فدي سبب معاها ان هي توجع بسهوله او توجع بسرعه. ده سبب تاني برضه، يعني سببين دول بالدنيا والله. لازم يعني اهم حاجه عشان تستفاد لازم تسقيها وتخلي بالك من الرياح، او تجيب لها سماد او تهتم بيها اول باول عشان ما توجعش معاك النخلة، او عشان تبقى معاك بامان وسلام. ولو عايزين نكمل في السلسلة دي في النخل او في الاشجار اكتبوا لي في التعليقات، وهنا تكون نهاية هذا الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم عبد الرحمن عادل، وشكرا.